تتسارع وتيرة الزحف العمراني في محافظة نينوى إلى الأراضي الزراعية، حيث يؤدي تمدد الإسمنت والكونكريت إلى قضم مساحات واسعة من الأراضي الخضراء. هذا التدهور في المساحات الزراعية يأتي في وقت ترفع فيه الحكومة شعارات محاربة التصحر وتوسيع الغطاء الأخضر، لكنها تظل مجرد كلمات في ظل الواقع المعاكس. المساحات الكونكريتية والإسفلتية في كل المدن العراقية هي تتجاوز 60%، بالتالي يتم تقليص المساحات الزراعية. تحتاج المدن إلى أن يكون هناك أراضي زراعية تطوق المدينة وتعتبر أيضا كجزء من الغطاء الأخضر، إضافة إلى أنه التجاوز على هذه المناطق قلص من وجود المساحات الصالحة للزراعة والقريبة على مصادر المياه، وبالتالي تم القضاء على هذه المساحات وتركت المساحات الأخرى التي هي تكون غير صالحة للسكن متروكة، وبالتالي هذا الموضوع سيؤثر مستقبلا حتى على ما تؤمنه هذه الأراضي من محاصيل لداخل المدينة. يرى مراقبون أن غياب التخطيط العمراني الفعال وسطوة بعض الأحزاب هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع نسبة الأراضي الزراعية في نينوى، إلى جانب توقف مشاريع توسعة المدينة منذ سنوات، ساهم ذلك في تفاقم الوضع الحالي. الاستثمارات اللي جت بقوة بعض القيادات السياسية التي استولت على أراضي زراعية وحولتها إلى مجمعات سكنية والتصحر شوفوا شلون حاصل، هذا دلالة على أنه محافظة نينوى والعراق كله يحتاج إلى التقديرات لمختصين زراعيين يراد أن 14 مليار شجرة في سبيل أن يعود المناخ كما كان عليه قبل حضور هؤلاء الشخصيات الذين عاثوا بالأرض فساد. نحن توسعة المدينة لحد الآن، هاي المدينة الموصل صار أكثر من 40 سنة 50 سنة ما بها توسعة، وحاولنا توسعتها فشلنا بسبب بعض الجهات السياسية التي منعت، حتى القرار جاء من رئيس الوزراء أعلى سلطة في العراق قرار بتوسعة مدينة الموصل تم إيقافه بقرار من كتلة سياسية لا أكثر. الاستثمار الخاطئ وشيوع الجمعيات السكنية أديا إلى تحويل العديد من الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية، مما أثر سلبا على البيئة والمناخ المحلي. نتيجة لذلك ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما ساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وفقدان نينوى لقبها التاريخي أم الربيعين، والذي يعكس تنوعها البيئي. تحولت مساحات واسعة اللي كانت تستثمر كزراعة تحولت إلى أبنية وإلى شوارع وإلى مدن، وهذا مما أثر على الأثر البيئي في محافظة نينوى وعلى جو محافظة نينوى. لحد الآن احنا بشهر العاشر وما شفنا تغير، ولحد الآن المبردات وكذلك التبريد التبريد والسبلتات تشتغل لأن الجو حار، ودرجات الحرارة خاصة بالصيف تصل يعني بالعراء إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فهذا تثقل عبء المواطن، ومرات حتى يتعطل الدوام بسبب درجات الحرارة العالية. فما كانت الموصل ولا كانت نينوى بهذا القصد الكبير من درجات الحرارة والتغير البيئي. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.